بجولة على أبرز المواعيد السقفية والفنية، مشهد تعودنا عليه على الطرقات اللبنانية بمواكب لدراجات نارية مع الهارلي ديفيدسون، إنما اليوم 50 سيارة فراري على طرقات لبنان، حدث أكيد منه عادي. إذا 50 سيارة فراري رح تجول على الطرقات اللبنانية يوم السبت المقبل بحدث رح يشهده الشرق الأوسط للمرة الأولى تحت عنوان بانوراما 2016، والرحلة بتبدأ من وسط بيروت أمام فندق فينيسيا، والتوجه رح يكون إلى صيدا، النقورة، بنت جبال، مرجع عيون، وصولا إلى بيت الدين. اليوم بيوقع الفنان شرب الروحانة منهج مقام العود بدعوة من مركز الصفد الثقافي ومعهد القديسة رفقة للموسيقى بمركز بطرابلس. الموعد إذن اليوم الساعة 5 بعد الظهر، وضيف الحفل رح يكون مع الفنان مارسيل خليفة. ضمن النشاطات اللي بيقوم فيها المجلس الثقافي اللبناني الجنوبي، ندوة بعنوان قراءات في شعر نزار قباني. بيشارك بالندوة الأمين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين وجيه فانوس، والأكاديميين علي مهدي زيتون ويونس فقيه. الموعد إذن اليوم الساعة 6 المساء بقاعة المجلس الثقافي للبنان الجنوبي ببيروت. زيديني موتا على الموت إذا يقتلني يحييني. جسمك خارطتي، جسمك خارطتي، ما عادت خارطة العالم تعنيني. أنا أقدم عاصمة للحزن، وجرحي نقش فرعوني، وجعي يمتد كبقعة زيت من بيروت. يوم السبت 6 تشرين الأول منتذكر الممثل الكوميدي شوشو بمتحف الفن الحديث بجبال مع معرض للصور وبعض المقتطفات من مسرحياته. الافتتاح رح يكون مع الممثل زياد عتيني يلي رح يلعب بعض المشاهد من مسرحيات شوشو. شو فات على اليخور؟ لا حاضر ولا دستور. اثنين عم يحكوا مع بعض، بتفوت هيك فوضى. اطلع لبرا ودق الباب. على راس يا شو عمل؟ يا شو عمل؟ اسمع انت الثاني، خليه يتعود النظام يا اخي. مين؟ انا. هو طب واذا هو مين هو؟ بتدق الباب من ورا الباب وبتقول لي هو مين انت؟ انا الخادم. الخادم. خادم؟ ايه. شو اسمك؟ حسن. حسن؟ ايه. يا اهلا بحسن. فوت يا ابني. يا حسن انا بطلت تعرفه. لحسن كيفك يا حسن؟ الحمد لله الحمد لله. انت خادم عنا يا حسن؟ ايه. ما صرخ 18 سنه يا حسن؟ بلى. طيب ليه ما بتفوت راس السنه يا حسن؟ ضروري تدق الباب يا حسن. قل لي شو بدك هلا. تفضل. في ست ناطره برا بدها تقابلك. ست؟ ايه. الا مش هون، الا مش موجود. قال اذا حضرتك مش هون بدها تقابل بيك ضروري. طيب مره من الباب وراني. عجل شو هلا لما تيجي الست لهون. ايه. يوم السبت المقبل بتفتتح الفنانة عبير نعمة مهرجانات قلعة سمار جبال البترون بحفل موسيقى بيشهده القسم المرمم حديثا من القلعة، وبنسمع من عبير نعمة. ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، كيف لك قلب تشافي لحبك هالمحبي. ما حدا بي Thank you.
اختارت اللجنة المستقلة المكلفة من الملكية الأردنية للأفلام فيلم 3000 ليلة للمخرجة مي المصري لتمثيل الأردن ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي بمسابقة الأوسكار يلي رح تصير بشهر شباط المقبل. الفيلم بيتناول قصص حقيقية لنساء فلسطينيات بالسجون الإسرائيلية وعم نشوف بعض المشاهد من 3000 ليلة. اسألي. ما خليت شي ما عملته، رفضيني يفرجوا عنها. لازم ندعي لأدراب الليلة. أمسية فنية مشتركة للموسيقى مارك أرنست والمغنية سيفين مساء اليوم الساعة 9:30 بكوداتا كافيه ببادارو، والريبرتوار بضم مجموعة لفنانين مثل أزنافور، إديت بياف، ليزا مينالي وغيرهم. Passe à ma porte Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges Je t'aime trop fort, ça te dérange Et mes rêves se brisent sur tes phalanges عيش حلمك حفل خير موسيقي لمركز سانت جود للأطفال المصابين بمرض السرطان، والهدف أكيد دعم المركز. موعد الحفل بكرة ب 30 شهر بالأيوبي ابتداء من الساعة 7:30 المساء بمشاركة ماريتا الحلاني، سعد رمضان ومارك رعيدة. إذن كانت جولة سريعة على أبرز المواعيد وأقربها. نرجع لعندك جوال لحتى نشوف حركة السير. المؤهل الأول محمد معتوق معنا من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، وأكيد معه منعرف أكثر عن أحوال الطرقات اليوم. مرحبا. صباح الخير يا يعطيك العافية، كيفك؟ ماشي الحال مثل كل يوم صباح بهذا الوقت. أن حركة ناشطة خاصة على مداخل مدينة بيروت وداخل العاصمة وبعض الأمكنة بضواحيها. بلش من منطقة الشمير عنا بلش حركة ناشطة من النقاش باتجاه أنطليس جل الديب. اوكي. عندنا كذلك أمر مدخل الأوزاعي شوي فات أنفاق المطار، حركة كثير ناشطة. والكحال باتجاه مدينة بيروت حركة ناشطة جدا. اوكي. بس اللي مسلم باتجاه وسط بيروت حركة كثير ناشطة، جسر الهراوي باتجاه أوتيل ديو، العدلية، الأشرفية، الحكمة، وعنا العدلية كذلك الأمر عنا حركة ناشطة على هذا المحور. وضواحي بيروت عم تشهد هلا حركة كالضغط سير خاصة تقاطعات خباز صالومي باتجاه الحي جسر الواطي. نعم. معنا عواقب لما حركة سير كثيفة. بالنسبة كذلك عملنا حدث سان تريز باتجاه المعاينة لما حركة على هذا المحور. خلال 24 ساعة الماضية صار عملنا 6 حوادث، نتج عنا قتيل للأسف و12 جريح. قديه؟ قتيل واحد و12 جريح. نعم. عندنا السرعة الزائدة، تم تنظيم 1221 محضر خلال 24 ساعة الماضية. هذا كان بالنسبة لحركة السير. يعطيك ألف عافية. شكرا لك، الله معك. بريك جديد من بعده ومنتابع أخبار صباح لليوم، خليكن معنا.